الطويل، مدى تأثير هذا التباطؤ إذا ما حدث وفق التوقعات على الدول المتقدمة وأيضا الدول الناشئة؟ تفضلي. مرحبا. نعم طبعا نتوقع تباطؤ في الاقتصاد بناء على وتيرة رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية التي تضر في ساحة الاقتصاد والتي نشهدها الآن، يعني تنعكس على البيانات الاقتصادية التي تأتي من جميع الدول حتى ولو كان لسه مش ناشئة. ويعني طبعا الدول المتقدمة نوعا ما أيضا نرى أنها تتضرر بهذه الوتيرة برفع أسعار الفائدة، لذلك كلما هما يتضررون من هذه رفع أسعار الفائدة أو السياسة النقدية بشكل عام، وأيضا لأن هذا يعني هذا التقدم في رفع وتيرة أسعار الفائدة كان جاء من سبب التضخم جدا مرتفع. فيعني مع التضخم مع رفع أسعار الفائدة يعطينا أو سوف نرى يعني ركود اقتصادي، ممكن أن نشهد يعني تباطؤ غير يعني كان بالأول كنا متوقعين تضخم جدا متضرر، ولكن مع الأيام أو مع الفترة أو الربع الأول من هذه السنة رأينا أن في نوعا ما تفاؤل في الأسواق، ولكن مع أزمة البنوك الكبرى رأينا أن هذه كانت قصة ممكن أن ندخل فيها في ركود اقتصادي شامل، ولذلك نرى أن أسواق الأسهم بالفعل تتراجع ويعني ضرر في الاقتصاد بشكل كامل. نعم. طيب إذا ما انتقلنا إلى الولايات المتحدة وتحديدا إلى الاقتصاد الأمريكي، يعني الآن البنك الفيدرالي يقوم برفع أسعار الفائدة وأيضا مستمر بعدة إجراءات لخفض حجم التضخم وأيضا تجنيب الركود، يعني هل الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو الركود أم أنه سيتجاوز الأزمة؟ يعني ممكن أن أتجاوز الأزمة إذا خفضوا من هذه رفع أسعار الفائدة. يعني في آخر خطاب إلى جيروم باول في آخر اجتماع الفيدرالي الأمريكي صرح بأنه يعني اجتماع مع اجتماع سيقومون بالبلان الأساسية وفقا على البيانات الاقتصادية وسوق العمل، يعني هي ماذا تقول عن الاقتصاد، هل الاقتصاد فعلا متضرر أم سيخفضون من هذه رفع سعر الوتيرة لرفع أسعار الفائدة أو معدل الفائدة. لذلك نرى أن يعني هناك بعض ما يعني نقاش حول ما هو الهدف الآن. طبعا الهدف يستمر في أن التضخم لا يعني لازم أن يدخل في مرحلة أو التارجت تبع الفيدرالي الأمريكي اللي هو 2%. حاليا نحن نشهد تضخم في أمريكا عند مقياس 6%، لذلك يعني لسه في محاربة للتضخم، ولذلك اقتصاديا وتحليليا يعني نرى أن هذا أو هذه التولز أو المبادئ يعني ممكن تدخلنا في ركود اقتصادي، فممكن أن نشهد بالفعل تباطؤ في الاقتصاد، ولكن هذا يعني سيكون المحور الأساسي لدى الفيدرالي أن يستخدموا هذه العوامل والأساسيات ل يعني لإمكانية دخول في الركود، بس بشكل يعني مش جدا حرج أو مش يعني ممكن أن يعني يحاولون أن يحافظوا على الاقتصاد بما هو أن ندخل بهذا الركود، أو يكون يعني نوعا ما summarized أو يكون أسهل من الطريقة التي نتوقعها. طيب سيدة نادية، إذا ما تحدثنا عن أزمة البنوك الأخيرة، يعني هناك مخاوف أصبحت لدى الفرد في الاحتفاظ بالأموال، أين يستطيع الفرد الاحتفاظ بأمواله في ظل أزمة البنوك الأخيرة؟ يعني الأفراد لابد أن يحافظون على المحفظة through diversification أو اختيار بنوك عديدة من أن يحطوا أو يسددوا هذه الأموال في different accounts مزدوجة، ولكن برضو لازم نعلم أن لسه في
ثقة للمستثمر في البنوك الكبرى مثل جي بي مورغان أو جولدمان ساكس أو مثلا البنوك المحلية. يعني لم تمتد هذه أزمة البنوك إلى دول الخليج، يعني هي بس ظلت في أمريكا وأوروبا، ويعني نوعا ما في مخاوف من السيستماتيك ريسك، ولكننا لسه متفائلين أن ذلك أو الدومينو إفكت لم يحصل، أنه ندخل من بنك إلى بنك إلى بنك. يعني ما زال في ثقة في البنوك الكبرى، ولذلك الأفراد ممكن أن يطمن يعني to be assured أو يطمئنون أن في لسه tools أو بنوك أخرى ممكن أن يكون فيها insurance guarantees أو اطمئنان يعني من ذلك. وأيضا أن هم يعني ال governments أو الحكومات تصرح أن يستخدمون credit guarantees و insurance policies أكثر، نحن نقدر بها يعني to guarantee أن نحن مش هنخسر أموالنا. طيب أنتقل معك إلى أزمة الديون العالمية. تصريح أيضا لمديرة صندوق النقد الدولي بأنه يجب على الدول المتقدمة تقديم المساعدة إلى الدول النامية والدول بالتحديد المثقلة بالديون. برأيك سيدة نادي، يعني كيف ستكون نوع المساعدة إذا ما قدمت؟ يعني هلا أزمة الديون اللي بدأنا فيها يعني من الأوضاع الجيوسياسية الحرجة مثل الضرر الذي جاء من روسيا وأوكرانيا والذي سبب في السبلاي تشين أو تباطؤ في العالم من هذه الناحية، والأكسبورت والإمبورت، فلابد أن نشهد أزمة في الديون. ولكنها يعني إذا قارناها مثلا ب 2008 أو 2008، يعني سنشهد أن إحنا لسه في وضع غير سيء، يعني لسه في مجال أن هذه الدول المتقدمة بالفعل يساهموا وبالمساعدة إلى الدول الناشئة، وممكن أن نشوف أيضا solutions أو يعني حاجات أخرى أنها تساهم في هذا في هذه المنطقة. وأيضا مع طبعا يعني السوليوشنز الواردة جدا ممكن أن تحصل من يعني الكارثة الجيوسياسية التي نشهدها الآن، التي بالفعل هي المشكلة يعني التي سببت معظم أزمات الاقتصاد العالمي. فهذه إذا انحلت وإذا يعني بالفعل إحنا يعني عرفنا أن نتعامل معها، يعني أزمة الديون لم ستكفي إلى فترة كبيرة، ولكن إذا دخلنا في ركود اقتصادي فهذه ممكن أن نحكي عن أزمة الديون المستقبلية. أيضا في جانب المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، يعني أصبح على مستوى العالم وأصبح مرافق للأزمات الاقتصادية العالمية، بالتحديد المخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، كيف يلقي بظلاله على النفط وأسعار النفط العالمية؟ يعني شاهدنا أسعار النفط في الفترة الأخيرة يعني تنخفض بشكل سلبي. يعني رأينا برانت و دبليو تي اي يعني عند 70 دولار وال 69 دولار، فهذه مستويات يعني كانت نوعا ما بشكل إجمالي هي سلبية، ولكن بالفعل أسعار النفط كانت عند 120 لبرنت، وهذا كان جدا سعر يعني عالي، وهذا كان بسبب الأزمة الجيوسياسية. ولكن مع تعاملنا لهذه الأزمة ومع أوبك بلس وتخفيضات الإنتاج والحلول الذي يأتوا بها، يعني رأينا stabilizing لأسعار النفط. لذلك أرجع أن أقول أن تعاملنا مع هذه الأزمات وال يعني إلى أي مدى نعرف أن نتعامل مع هذه الأزمات، ممكن جدا أن نرى stabilizing لأسعار النفط، و يعني خصوصا بهذه الفترة أن أوبك بلس تستمر في التدخلات وتخفيض الإنتاج، وأيضا يعني دول كثيرة مثل كردستان التي صرحت بأنها ستخفض أيضا الإنتاج.
فلذلك نرى أسعار النفط الآن نوعا ما ترى حالة من عدم الوضوح، ولكنها ممكن أن تستعير الفولاتيليتي قريبا في هذا أو في هذا في آخر هذا الأسبوع أو في الأسبوع القادم. طيب سيدة نادية، أختتم معك من جانب أو من قطاع الذهب، يعني بعد أزمة البنوك الأخيرة، هل ترين هناك حظ أكبر للذهب على مستوى الاقتصاد العالمي؟ طبعا مع أزمة البنوك كان في الذهب كملاذ آدم ملاذ آمن، المستثمرين كلهم راحوا على الجولد وارتفع مستويات الذهب إلى 2000 دولار، وهذا كان مستوى يعني جدا عالي، ولكن كنا متوقعينه خصوصا مع الركود الاقتصادي. هنا اوريدي شايفين أن الذهب ممكن أن عليه opportunity أو عليه يعني opportunities كثيرة، لأن يعني مع دخولنا من مرحلة رفع أسعار الفائدة إلى وتيرة أبطأ، و يعني مع العلم طبعا ان المتغيرات السياسيه والإيكونوميك انديكيتورز او يعني البيانات التي تشير عن الاقتصاد او صحه الاقتصاد بشكل اجمالي كانت تجمع كل هذه العوامل كانت تجمع بان الاقتصاد يدخل في تباطؤ ويدخل في ركود. يعني مثلا المملكه المتحده دخلت اوريدي في ركود اقتصادي، ولذلك نشهد ان التضخم لم يستمر في الانخفاض وما زال عالي. لذلك الملاذات الامنه هي المحتوى الرئيسي الان للمستثمر ان يهرب من الريسك والمخاطر إلى الذهب. ولكن يعني مثلا هذا الأسبوع بعد الهدوء من أزمة البنوك رأينا أن الذهب يرجع وأن ينخفض إلى مستويات 1967، وذلك لأن يعني شهية المستثمر من المخاطرة ما زالت موجودة. نعم، محللة مجموعة كوتي السيدة نادية البلاسي كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا لانضمامك معنا في هذه الجولة.